السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدارة المشاريع التربوية دورة مهمة لكل قائد تربوي، سواء كنت معلما، سواء كنت وكيلا، مديرا، سواء كنت في الجامعة دكتورا في الجامعة، أو كنت عاملا في البرامج التدريبية. هذه الدورة تهمنا في الأشياء التالية. هذه الدورة إدارة مشاريع التربوية تركز على 5 مراحل تسمى دورة حياة المشروع، وهي مرحلة تأسيس مشروع تربوي. كيف أستطيع أن أفكر في مشروع تربوي؟ كيف أستطيع أن هذا المشروع أحدث فيه تغيير وأثر؟ كيف أجمع المعلومات؟ كيف أدون المعلومات كلها بالكامل؟ ثم المرحلة الثانية مرحلة التخطيط، وهي تحويل غير معلوم إلى معلوم. ثم مرحلة التنفيذ، وهي أن ننفذ ما تم الاتفاق عليه. ثم مرحلة الرصد والتحكم، ثم مرحلة الإغفال. هذه الدورة تعتبر هامة لكل عامل في القطاع الخيري، لكل عامل في القطاع التربوي، لكل عامل في القطاع التعليمي، لكل عامل في القطاع التدريبي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن كيفية إيقاف الهدر والابتعاد عن المخاطر والتركيز على الهدف، ونصبح مشروعنا بإذن الله سعتنا محقق لهدفه. كونوا معنا في الدورة القادمة إدارة مشاريع التربوي.